الشاهد ان هتزعلوا مني، ها تلاقي الاخ من دول قاعد في الدرس نجيب سيره ال اي حاجه في ماسك لحيته كده ولعب فيها ويطولها لي والتحي بقى من الناس اللي ايه المبشرين بالجنه الملتحين دول، صح؟ ها وهو بايظ وضايع وقلبه كله امراض وناس كتير جدا مش ملتحين احسن منه. معلش ما انا لازم ابقى صريح، ولو زعلته معلش ما تزعلوش مني، بس ده واقع انه يبقى غره ايه لحيته فقوم قميصه وطقيته ودنيته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا عم الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت درست إيه في العقيدة يا ابني؟ لا يا حبيبي ما درستش، بس أنت بقى أخبار إن الله يرى معاك إيه؟ يا عم أنا ما بفهمش لا في التعطيل ولا في التحريف ولا في التشبيه ولا في التمثيل ولا أعرف أي حاجة، أنت أخبار إن الله يرى معاك إيه؟ يارى بجد ولا في مشاكل؟ يعني بالليل وانت قاعد لوحدك ومحدش شايفك الا ربنا، يا عم الملتحي ربنا ساعتها بيبقى يارى برضو ولا ساعتها بيبقى ربنا يهدينا ويتوب علينا؟ انا بركز على النقطه دي كتير عشان خاطر هي مهمه، ومش معنى كده ان انت ملتحيش، لا التحي برضو بس مش بتكلم عندي، ان مش ده سبب، مش دي علامة الصلاح، هي أحد العلامات مش هي لوحدها. يجي الكلام كده عن ال عن أي ذنب أو أي طاعة أو عن الحجاب، تلاقي الأخت المنقبة قاعدة ولا المختامرة تقول لك الحمد لله الحمد لله تعافانا مما ابتلى به غيرنا وفضلنا على كثير، وفضلنا، لا دي هي لا متواضعة حقيقي، وفضلنا، هي من الأخوات الفضليات الذين التي فضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا، وشفنا وسمعنا إن مش منقبة وما سابتش قيام الليل بقالها 5 6 سنين، والله اقسم بالله بيحصل، وكتير جدا مختمر او منقبه ونايمه، ومش معنى كده ان التانيه تقول لك خلاص كويس هقوم ليل ومش هلبس الحجاب الشرعي سليم هبقى بشعري كده عادي، لا مش كده برضو، انما دي علامه. فاللي انا عايز اقوله الغفله مع الطاعه، إن أنا قريت لي كتابين ودرست لي كتابين وقلت درسين وقفت على المنبر قلت خطبتين ودعيت 3 4 5 6 انفار وبقيت من أولياء الله الصالحين، مش شرط، ممكن تبقى في أسفل سافلين لأن أنت معجب ويقولون ايه طاعه طاعه فرحانين بالطاعه، ومع ذلك هؤلاء فاذا برزوا من عندك بيت طائفه منهم غير الذي تقول. يا ريته كان بوش واحد، ده اصلا هو بوشين، ولو كان بوش واحد برضه مش من حقه ان هو يتكبر بطاعته، لان الكبر بالطاعه او الاعجاب بالطاعه ده سبب في عدم قبولها. فلما تلاقي في حاجة انت عملتها مستعظمها قوي في عينك ما تعملش حسابك عليها، خلاص ضاعت ضاعت بجد. كان أهل السلف بعضهم كان إذا خطب خطبة أو كتب كتابا فإذا قرأه بعدما كتبه وأعجبه حرقه، قال لك ما ننسى ده حلو
حلو يعني ايه؟ اعجبت بيه، معجب بالعمل. اه خلاص، ما انا معجب بالعمل. المعجب بالعمل ده ايه؟ الاعجاب سبب في عدم القبول، ضاع علي، اطلعه لا بقى ايه؟ لا خلاص احرقه واكتبه تاني، يمكن اكتبه اوحش شويه، واما اكتبه اوحش شويه يبقى اطلعه للناس، يجي يكتبه يبقى في عينه، ما هو صادق ربنا يجازيه، يكتبه يبقى في عينه وحش وهو احسن من الاولاني فينشره للناس. واضح؟ ان ساعات كده وانت محضر داخل على الدرس كده محضر بقى، انا النهارده بقى حضر محضر بقى وجاي اول ما تقع كده يا نهار ابيض، هو العنوان كان ايه؟ لا والله هو العنوان كان ايه؟ اه والعناصر كانت ايه؟ لا الايات كانت ايه؟ هو الموضوع كان ايه؟ او تيجي ربنا سبحانه وتعالى يكسرك الصبح، حضرت اه نفس الموضوع اللي هتتكلم فيه بالليل، هتكون انت اول المخالفين فيه هو الصبح، مش معجب؟ اما تيجي مكسور توفق، لما تيجي تتكلم مع واحد وانت شايف ان انت بقى رجل صالح وبتقول له بقى يبطل الاخطاء الشنيعه اللي عنده، ايه اللي يحصل؟ تلاقيه هو بيتكبر عليك بايه؟ بذنبه، وانت حاسس بان انت قليل بايه؟ بطاعتك. انما لما تكون انت من جوه حاسس ان انت ضعيف بس قوي بالله، ربنا سبحانه وتعالى يجعله في ايدك هين لين، وانت تكون هين لين. ثلاث انواع من الغفلة.